موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يقول إن 12.4 مليون شخص في سوريا، بما يعادل 60% من السوريين، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. قوات قسد تصدر قراراً يقضي بحظر تجول الدراجات النارية بشكل جزئي في محافظة الرقة ابتداءً من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً من اليوم التالي، حسب ما ذكرت شبكة الخابور المحلية. ذكر مراسل حلب اليوم أن قوات النظام اعتقلت عشرات الأشخاص في الحدائق وطوابير الخبز والمحروقات في دمشق وريفها، وذلك خلال حملته للبحث عن مطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية. دائرة الجمارك الأردنية تعلن إحباط محاولة تهريب 3 قطع أثرية تعود للعصر البيزنطي من أراضيها إلى سوريا عبر معبر نصيب الحدودي. مراسل حلب اليوم يقول إن الأسواق التجارية في ريف دمشق تشهد حالة من التخبط منذ أيام بعد الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار، مشيرا إلى أن معظم المحال التجارية رفعت أسعار بضائعها. الحكومة المصرية تمنح الجنسية لرجل الأعمال السوري باسل سماقية بعد استثماراته الواسعة في مجال الغزل والنسيج في البلاد،